في 14 من أكتوبر تشرين الأول عام 1973، مع صبيحة اليوم التاسع من الحرب المجيدة، شهدت سماء المنصورة واحدة من أطول المعارك الجوية وأشرسها في التاريخ بين الطائرات الحربية المصرية والطائرات الحربية الإسرائيلية، استمرت 53 دقيقة وانتهت بانتصار القوات الجوية المصرية. وصار هذا اليوم من كل عام عيداً للقوات الجوية. على جانب آخر، قواتنا المدرعة تنطلق بعد قصف جوي ومدفعي عنيف، وتقوم بهجوم شامل على خط القتال. أدى الهجوم المصري إلى خسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي، سقط كثير من القتلى والجرحى والأسرى، كان على رأسهم الجنرال أبراهام مندلر، القائد العام الإسرائيلي للمدرعات في سيناء، الذي سقط سريعاً في المعركة. وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، سقط لجيش العدو 44 طائرة ودمرت 150 دبابة. ومع ذلك تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي موشي ديان قائلاً: كنا نريد إبادة المصريين من على وجه الأرض. وفي العالم العربي، دفعت المملكة العربية السعودية قوات لها على الجبهة السورية. أما الرئيس الجزائري بوماديان فأجرى مباحثات مهمة في الاتحاد السوفيتي، كان أغلبها منصبا على دعم الجبهتين المصرية والسورية في الحرب. ودولياً، أعلنت الحكومتان اليونانية والإسبانية أنهما لن توافقا على استخدام أراضيهما ضد العرب. خسائر إسرائيل دفعتها إلى الاحتماء خلف ذراع أمريكا، فكشفت صحيفة الأهرام المصرية الصادرة في ذلك اليوم عن معلومات خطيرة تفيد باختراق الولايات المتحدة الأمريكية الأجواء المصرية في 1:05 بطائرتين من طائرات الاستطلاع من طراز SR-71 ذات السرعة الفائقة التي تفوق سرعة الصوت بنحو 3.5 أضعاف، بهدف تقديم معلومات عن انتشار القوات المصرية والسورية وتمركزاتها لمساعدة إسرائيل، وهو ما أثار احتجاجاً مصرياً شديد اللهجة على هذا التجاوز الأمريكي السافر. كما نقلت الصحف نبأ قطع الكاميرون علاقتها الدبلوماسية بإسرائيل لتصبح رابع دولة إفريقية تقطع العلاقة مع العدو منذ بدء الحرب. كما رأت كثير من عواصم العالم أن إسرائيل تدفع ثمن سياستها العدوانية والتوسعية على حساب الدول العربية. ركزت صحف هذا اليوم على التخوف الغربي من خطر استخدام البترول العربي سلاحاً في المعركة الدائرة مع إسرائيل، وزاد تخوف بعد قطع المفاوضات التي جرت بين 6 دول خليجية منتجة للبترول وممثلي 13 دولة غربية. وكانت الخطوة التي حركت نيران التخوف الغربي هي دعوة الكويت إلى عقد اجتماع للدول العربية المنتجة للبترول لبحث استخدامه للتأثير في الدول المساندة لإسرائيل. وبصدد ذلك، اضطرت كثير من شركات الطيران الأمريكية إلى إلغاء رحلاتها الجوية نتيجة نقص الوقود. وبينما توالت الأخبار من كل دول العالم، لم تنقطع أخبار الجبهة. فتضمنت الرسالة اليومية للأهرام من ميدان القتال وقائع الجبهة أمس، ومنها أسر 5 ضباط ونحو 32 جندياً إسرائيلياً بأسلحتهم كاملة، بعد حصار محكم من جانب القوات المصرية لمواقعهم العسكرية. كما استعرضت الصحف المصرية صور حطام عدد من طائرات الفانتوم الإسرائيلية التي سقطت وسط الحقول بعد اصطيادها من القوات المصرية.